أي خطأ يعرض فرصتنا إلى الضياع. روبوت من نظام مختلف ولا تنتمي إلى مجموعتنا. من أنت؟ وكيف وصلت إلى هنا؟ أعترف أن تقول شيئا، فهذه فرصتك قبل أن أبدي. تعالك أصابك، انظروا إليه، فهو مغطى بالتراب قليلا. لابد أنه من الروبوتات التي تساعد الناس على الزراعة. أوه، لهذا السبب لم نتعرف عليه، لأنه من الروبوتات التي لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فهو قديم وبسيط. البلات؟ اسمع، ليس أنت؟ حسناً، لا يمكننا أن نثق بروبوت لا نعرفه ولا نعرف من أين أتى. إنه لطيف جداً ومسكين. إنها فرصة للحصول على المساعدة يا ترى. أبتي، هذه آخر مرة سأسمح لك بقول كلمة فرصة قبل أن نحققها. آسف، أعتقد فرصة جيدة لي. أوه، آسف. لا داعي للأسف، فليس لدينا الكثير من الوقت. صحيح أن هذه البذور سحرية، لكنها لن تزرع نفسها. نذهب في جولة وقصة، فيها درس فيها حصة، فالتغيير يبدأ فينا والحياة تنادينا، نصنعها بأيدينا ونستغل تلك الفرصة، في العمل نحصد ما نزرع، فرصتنا تنمو تتفرع. هل تسير الأمور كما يجب؟ هيا أتمم مهمتك. عظيم، لقد انتهينا من زرع كل البذور. وماذا الآن؟ ها أكيد، فهي بذور سحرية. سلامة،
من الأفضل يا راشد أن نكمل مهمتنا إلى جناح الاستدامة. الوقت يداهمنا. هيا بنا. أحسنت صنعا يا فلوبي، يجب أن تكمل الرحلة معنا. فلوبي؟